لا شرفنا بلقائك اليوم شيخ سالم، حياك الله، ودنا انك تعرف بنفسك يعني. الله يحييك شيخنا، والله الله يجزاك خير. معكم سالم عبد الملك من الجزائر. سالم ابن عبد الملك. سالم ابن محمد. ابن محمد. ابن عبد الملك هذا اللقب. ها لان احنا عندنا الاسماء ثلاثيه رباعيه، انتم عندكم اسماء ثنائيه. اي عندنا الاسم واللقب. ها اذا الاسم سالم. سالم واللقب عبد الملك. واللقب عبد المالك. الكنية الكنية أبو شعيب. لكن يعني أنت عرفت بماذا يعني؟ الشهرة، اسم الشهرة، اسم اللقب يعني، هذا ممكن لقب شهرة مثل ما يقال. أيه سالم الجزائري. لا أظن سالم التفريغ. التفريغ صحيح؟ هذا لقب الشهرة يعني. أيه المشهور حتى سالم للتفريغات أحيانا. أيه وكذا. ما شاء الله. الكنية أبو شعيب. طيب الميلاد إن كان فيه يعني شيء؟ لا ما في مشكلة. التاريخ يعني؟ إيه التاريخ. ليس بالهجري، بالميلادي. ميلادي سبتمبر 1977. 77. يعطيك العافية. ما شاء الله. يا شيخ سالم يعني أنت معروف الآن بالتفريغ والعناية بدروس العلماء تفرغها وتكتبها. إحنا نريد يعني يكون عندنا بعض النصائح لمن يرغب الدخول في هذا الباب. فودنا ان يعني تفيدنا بما يعني مشيت فيه وتعلمت منه. الله، هو اهم شيء الانسان يعني، اول نصيحه للذي يريد ان يدخل هذا المجال هو الاخلاص لله عز وجل. ما شاء الله. هذا اول شيء. يعني يبتغي بهذا وجه الله، لا رياء ولا سمعه ولا شهره ولا غيره. او انه يستمد التوفيق من الله عز وجل، انه ليس التفريغ الذي سيكسبه العلم، هو توفيق الله عز وجل. نعم. الأمر الثالث وهو مهم جدا هو الصبر. الصبر على التفريغ. خاصة في البدايات. الموضوع طويل جدا، ما هو قصير. يحتاج وقت، يحتاج جلوس طويل، يحتاج مصابرة، لأنه الثمرة في البداية لن تكون كبيرة. لأنه ممكن يجلس ساعات ولما يشوف إيش فرغ سيجد أنه فرغ أشياء بسيطة. مقدار بسيط. نعم. الأمر الآخر هو أن يتعلم تقنية حديثة حتى يكون تفريغه سريع، وهو أحسن شيء أن يكون تفريغا مباشرا من الصوتي إلى الكمبيوتر. مباشرة الكمبيوتر. الكمبيوتر أحسن من أنه يفرغ الأوراق ثم بعد. هذا سوف نقول فيما بعد. نعم. لكن عندنا أهم حاجة الإخلاص. نعم. لله سبحانه وتعالى. نعم. التوكل على الله عز وجل. افتقار واعتماد طيب على الله سبحانه وتعالى، والصبر. ولا بد أن يعني يوفر الوسائل الحديثة التي تعين على التفريغ المباشر، حتى لا يحتاج مثلا أن يكتب أولا في الأوراق ثم بعد هذا ينقل للحاسب. تمام، جزاك الله خير.